بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، الآن سنقدم لكم إن شاء الله تعالى درسين يخصان المراجعة. الدرس الأول ألا وهو إمارة المؤمنين الأسس والغايات، ويدخل ضمن مدخل القسط. والثاني التعارف والتعايش، ويدخل ضمن مدخل الحكمة. الآن سنبدأ إن شاء الله تعالى بالدرس الأول وسنراجعه إن شاء الله تعالى كما تعرفنا على ذلك سابقا. فوضعنا وضعية تقويمية سأقرأها على مسامعكم. دار حوار بين أحمد وكريم حول موضوع إمارة المؤمنين، فقال أحمد: إمارة المؤمنين مصطلح اجتماعي لأنه يخص كل المجتمعات، ولذلك لا يمكننا الحديث عن البيعة لأن هذه الأخيرة انتهت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد عليه كريم قائلا: إنها مصطلح ديني ومن أسسها البيعة وأهل الحل والعقد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء من الآية 58. فأجابه أحمد: لا أتفق معك، لأن ذلك يخص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، سورة الفتح من الآية 10. إذا تأملنا الوضعية فسنجدها تتضمن موقفين مختلفين. الموقف الأول يقول بأن إمارة المؤمنين مصطلح اجتماعي، وأن الموقف الثاني يدحض ذلك ويقول بأنها مصطلح ديني شرعي، كما أن الوضعية التقويمية تتضمن مجموعة من المفاهيم التي رأيناها في الدرس، ألا وهي إمارة المؤمنين، البيعة، وأهل الحل والعقد. والآن إن شاء الله تعالى سنراجع هذا الدرس وفق الخطوات الآتية إن شاء الله تعالى. السؤال: أي الموقفين تتفق معه؟ ثم علل جوابك. إذا عدنا إلى الوضعية فسنجد أن موقف كريم هو الموقف الصائب، أي الموقف الثاني الذي يقول بأن إمارة المؤمنين مصطلح ديني ويستوجب ذلك البيعة وأهل الحل والعقد. الآن سنجيب إن شاء الله تعالى عن مجموعة من الأسئلة التي تدخل ضمن مراجعة الدرس، من بينها: ما مفهوم إمارة المؤمنين؟ وما حكم تنصيب أمير المؤمنين في الإسلام؟ إذن حينما نتحدث عن مفهوم إمارة المؤمنين، فإمارة المؤمنين هي مصطلح شرعي. إذن نقول هنا مصطلح شرعي يعني القيام على شؤون الرعية، حينما نقول الرعية بمعنى الشعب وكذلك الأمة، بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وهي أعلى منصب في نظام الحكم الإسلامي. وأمير المؤمنين أيضا يسمى بالخليفة. مثلا إذا طلب منك مثلا أن تعرف أو ما مفهوم الخليفة، فهو مصطلح شرعي يعني القيام على شؤون الرعية. وكذلك إذا طلب منك أن تعرف السلطان أيضا له نفس التعريف، أو ولي الأمر أو الإمام. إذن هذه الأمور إذا رأيناها نجدها أنها تنم على ماذا؟ على وجوب اتباع أمير المؤمنين. بعد الآن ننتقل إلى الحكم الشرعي. إذن فتنصيب أمير المؤمنين واجب بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع وما إلى ذلك. إذن الآن سنستشهد بدليل شرعي يؤكد على ماذا؟ على وجوب تنصيب أمير المؤمنين، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشاهد عندنا في الآية وأولي الأمر منكم، وكذلك أن الآية القرآنية ابتدأت بصيغة الأمر، ونحن كما تطرقنا إلى ذلك في الدرس بأن صيغة الأمر تفيد الوجوب. إذن من هنا نقول بأن حكم تنصيب أمير المؤمنين فهو واجب. الآن سننتقل إن شاء الله تعالى في مراجعتنا لهذا الدرس أسس إمارة المؤمنين الشرعية وغايتها الدينية والدنيوية. تقوم إمارة المؤمنين على أساسين رئيسيين: الأساس الأول ألا وهو البيعة، والأساس الثاني وهو أهل الحل والعقد. وسنتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى ماذا يقصد بالبيعة وماذا يقصد بأهل الحل والعقد. إذا عدنا إلى الأساس الأول ألا وهو البيعة،
فالبيعة هي الأسلوب الشرعي في تنصيب أمير المؤمنين. حينما نقول الأسلوب الشرعي بمعنى الطريقة التي نتبعها من أجل ماذا؟ من أجل تنصيب أمير المؤمنين، أو بعبارة أخرى أي إعطاء العهد لولي الأمر من أجل القيام بشؤون الرعية كما سبق وأن ذكرنا ذلك في الدرس. ثم الأساس الثاني ألا وهو أهل الحل والعقد. لا بد أن نفصل القول شيئا ما، فيقصد بأهل الحل فهو الفك، والعقد وهو الربط. إذن ماذا يقصد بأهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد فهم كل من يمثل الأمة وينوب عن أفرادها في تنصيب أمير المؤمنين كالعلماء والنواب وما إلى ذلك. إذن هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون الأمة وينوبون عنها فهم الذين يتكلفون بتنصيب أمير المؤمنين. إذن بعد ذلك سننتقل كما رأينا أيضا في الدرس مقتضيات البيعة. فمن مقتضيات البيعة نجد السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر. ثم بعدها لزوم الجماعة. ماذا نقصد بلزوم الجماعة؟ أي لا يجب علينا أن نخرج عن الجماعة متى؟ إذا نصبت واختارت أمير المؤمنين. بمعنى لزوم الجماعة فلا يجوز مفارقة الجماعة إذا اختارت أمير المؤمنين، بمعنى أن هؤلاء الأشخاص كما رأينا في الأساس الثاني إذا نصبوا ونابوا عنا في تنصيب أمير المؤمنين لا يجب علينا أن نخرج عن ماذا؟ عن يعني الطريقة التي اتخذوها في تنصيب أمير المؤمنين. والآن سننتقل إلى المقتضى الثالث والأخير، النصرة والدعاء له وتأييده. إذن فهذا بطبيعة الحال لا بد أن ننصر أمير المؤمنين وأن ندعو له بحفظ الدين وكذلك بالنصرة، ونسانده في جميع أوامره وأعماله أيضا وتأييده، أي مد يد العون قدر الاستطاعة. والآن سننتقل إن شاء الله تعالى إلى غايات إمارة المؤمنين. غايات إمارة المؤمنين فبدورها تقسمناها إلى قسمين أساسيين كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك في الدرس. أولا الغايات الدينية ومن بينها. إذن ماذا يقصد بالغاية الدينية؟ حينما نتحدث هنا عن الغايات الدينية كل ما له علاقة بالدين الإسلامي. ومن بينها هناك كثير، ولكن اخترنا بعض الغايات: توحيد المرجعية الدينية للأمة وحفظ خصوصيتها المذهبية، فهذا أمر واضح. وكذلك صيانة الدين. قد يسألك قائل مثلا ويقول لك ماذا يقصد بصيانة الدين؟ أي حماية الدين أيضا. ثم تجنب الفرقة والنزاع. إذن فبطبيعة الحال فإمارة المؤمنين تجنبون من ماذا؟ تجنبون من الفرقة والنزاع. الآن سننتقل إن شاء الله تعالى إلى الغاية الثانية ألا وهي الغايات الدنيوية، أي كل ما لا علاقة بالدنيا في تنظيم الشأن الدنيوي وما إلى ذلك. من بينها أيضا ضمان الحقوق والحريات لجميع أفراد المجتمع، وسبق وأن تعرفتم على الحقوق في مادة يعني التربية على المواطنة أيضا، من بينها حق التعليم وحق السكن وحق اللباس وحق المشرب وما إلى ذلك. ثم حماية البلاد والعباد من كل عدوان داخلي أو خارجي يهدد وحدتها وأمنها واستقرارها. إذن عن إمارة المؤمنين فإننا نستطيع أن نحمي البلاد وكذلك العباد من كل عدوان داخلي سواء داخل البلاد أو خارج البلاد مما يعني يهدد وحدتها وأمنها واستقرارها. إذن الآن ننتقل إلى سؤال جوهري أيضا، قد يسأل السائل ويقول لك ما وظيفة إمارة المؤمنين في ضمان الوحدة والاستقرار؟ ما وظيفة إمارة المؤمنين، بمعنى ما دور وإمارة المؤمنين في ضمان الوحدة والاستقرار؟ من بين هذه الوظائف اخترنا ما يلي: تحقيق الأمن والاستقرار. إذن هذا يعني وظيفة من الوظائف، تحقيق الأمن والاستقرار في البلد، وهو الأمر الذي جسده دستور المملكة المغربية حين جعل إمارة المؤمنين رمزا لوحدة الأمة. بمعنى إمارة المؤمنين هي وحدة ورمزا لوحدة الأمة. استمرار الدولة واستقلالها واضح. حماية الملة والدين يجب علينا، أي بإمارة المؤمنين فإننا نستطيع أن نحمي الملة والدين أيضا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات. إذن فهذه أمور سبق وأن تطرقنا إليها. والآن سنذكر ببعض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام الشرعية التي سبق وأن رأيناها في الدرس. من بينها
وجوب طاعة واتباع أمير المؤمنين في الإسلام، كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك في الآية السابقة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا أطيعوا هنا جاءت في صيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب، ومن هنا استخرجنا هذا الحكم الشرعي. الحكم الموالي: وجوب نصرة وتأييد أمير المؤمنين. أيضا وجوب نصرة وتأييد أمير المؤمنين، يجب علينا أن ننصر وأن نؤيد أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك تحريم مخالفة أمير المؤمنين، يحرم علينا أن نخالف أوامر أمير المؤمنين. ثم بعدها ننتقل إلى التذكير ببعض القيم المستفادة. من بين هذه القيم: نصرة وتأييد أمير المؤمنين، وكذلك طاعة أمير المؤمنين، وبعدها حماية الدين. هناك قيم أخرى ولكن اقتصرنا على أهمها لننتقل إلى العبار والعظات. حينما نتحدث هنا عن العبار والعظات، أي يجب علينا أن نوظف ما تعلمناه داخل المدرسة خارج المدرسة. إذن هنا يجب أن نستعمل ضمير المتكلم حتى نصل إلى تحقيق هذه العبرة والعظة. إذن هنا يجب علي أن أتعرف على واجبتي المتمثلة في الطاعات، كما سبق وأن تعرفنا على ذلك في الدرس، ولزوم الجماعة. يجب علينا أن لا نخرج على الجماعة، وهنا يعني أقول في تنصيب أمير المؤمنين وكذلك في حياتنا اليومية إذا كان ذلك يسعى إلى خدمة الدين الإسلامي والنصرة والنصيحة. والآن إن شاء الله تعالى سننتقل إلى الدرس الثاني، ألا وهو التعارف والتعايش. فقد وضعنا وضعية تقويمية كما سبق وأن تعرفنا على ذلك في الدرس، فاخترت آية قرآنية لأنها تصب في هذا المدخل، ومدخل الحكمة التعارف والتعايش. قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. حينما نقول يا أيها الناس، بمعنى أن الله عز وجل يخاطب الناس جمعاء، من ذكر وأنثى، بمعنى أن الله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى، وجعلناكم شعوبا أي دولا وشعوبا وقبائل أي مختلف القبائل لتعارفوا، بمعنى الغاية من هذه الأشياء كلها وهو التعارف. إن هنا حرف نصب وتوكيد، أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا أتقاكم هذا الفعل نستشف منه مصدر التقوى، وبالتالي نقول أن هنا يمكن أن نستفيد من هذه الآية القرآنية أن معيار تفاضل بين الناس ألا وهو التقوى كما جاء في الآية الكريمة. هنا هل تذكرون معي علاقة الآية بعنوان الدرس؟ إذن وسبق وأن قلنا بأن هناك علاقة وطيدة، فإذا عدنا إلى الآية فإنها تتحدث عن التعارف والتعايش بين الأفراد وبين الشعوب وبين القبائل وبين الدول، وعنوان الدرس التعارف والتعايش. من هنا يمكن أن نستكشف بأن العلاقة بينهما هي علاقة تداخل وعلاقة تكامل. وللإجابة عن هذا الدرس أو من أجل مراجعته، لا بد لنا من طرح مجموعة من الإشكالات هذه أو الأسئلة التي تساعدنا في مراجعة الدرس بطريقة يسيرة وميسرة إن شاء الله تعالى. إذن هنا عالمية الرسالة والسعي إلى نفع الإنسانية. إذن من الخصائص العامة للإسلام، كما أقول هنا قد يسأل سائل أيضا ويقول لك: ما هي الخصائص العامة للإسلام؟ إذن سنذكر ما يلي. هناك خصائص كثيرة ولكن اختصرنا على عالمية الرسالة. حينما نتحدث عن عالمية الرسالة فهنا أن الرسالة تتسم بالشمولية وأنها عالمية، وبعدها أي أن هذا الدين جاء بتشريعات وأحكام تنفع البشرية في كل القطاعات. انتبهوا معي هنا إلى المصطلحات، في كل، حينما نقول كل بمعنى جميع، أي هنا ندخل في ماذا؟ في هذه الخاصية وهي خصيصة العالمية، أي عالمية الرسالة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وهذا ما يتسم به الدين الإسلامي، فإنه صالح لكل زمان وأيضا وكل مكان دون تخصيص لجيل. جميل جدا هنا حينما نتحدث ونقف وقفة تأمل دون تخصيص لجيل، بأننا هنا لا نخصص جيل، فلو خصصنا جيلا لما اتسمت بالعالمية، وإنما هنا دون تخصيص بمعنى تتسم بالعالمية أو لون أيضا أو عرق أو ما إلى ذلك. ومن مقتضيات هذه العالمية أن يتعايش الناس في أمن وسلام وتآخ ومساواة وحرية. الآن سننتقل إن شاء الله تعالى
إلى الإجابة عن بعض الأسئلة أيضا التي رأيناها في الدرس. ما مفهوم التعارف وما مفهوم التعايش؟ فإذا أردنا أن نتحدث عن هذه المفاهيم، فمفهوم التعارف هو التعارف بين الأطراف، بين طرفين، بين الجماعات، بين القبائل، بين الأفراد، بين الأمم كما هو أمامكم. فمفهوم التعارف هو التواصل الإيجابي بين الأفراد أو الأمم. الأمم مقصود بها هي الشعوب وكذلك الدول، كما رأينا ذلك في الآية الكريمة، بهدف التعاون على المعروف وترك التعاون على المنكر. إذا نقول هنا يجب أن يكون التعارف مبنيا على ماذا؟ على التواصل الإيجابي، ويجب علينا أيضا أن نتعاون بهدف ماذا؟ التعاون على المعروف وترك المنكرات. إذا تعارفنا من أجل مثلا السرقة فهذا ليس تعارفا إيجابيا، وإنما فهو تعارف سلبي، بل يجب علينا أن نتعاون على المعروف أيضا. وإذا كان التعارف وحققنا هذا المفهوم، مفهوم التعارف الإيجابي الحقيقي الحق بهذه الكلمة، فإنه يفضي إلى ماذا؟ إلى مفهوم التعايش. وحينما نقول التعايش، فالتعايش هو لا نراه، وإنما يظهر من خلال ماذا؟ الاستعداد. وأيضا الاستعداد أيضا لا نراه، ولكن هو ماذا؟ الاستعداد للعيش المشترك مع الآخر المختلف في الدين أو اللون أو العرق أو اللسان، بما يضمن ماذا؟ وجود علاقة. هذه النتيجة، بما يضمن وجود علاقة إيجابية. من هنا يمكن أن نربط بين ماذا؟ بين التعايش والتعارف. هناك علاقة تلازمية بينهما. فالاستعداد، هنا سأفسر لأن الاستعداد لا بد أن يفهم، فالاستعداد يختلف بحسب ما يمتلكه. فالاستعداد درجات. هناك من نقول بأنه إنسان اجتماعي بطبعه، فهذا الإنسان الذي يكون اجتماعي بطبعه فإنه ماذا؟ فإنه يحقق التواصل والتعايش مع الناس بطريقة إيجابية وبطريقة سريعة. ثم المبادرة إلى التعارف والتعايش مع الآخر، لا بد هنا أن نذكر الوسائل والضوابط الشرعية. إذن هنا كسؤال موجه ووجيه أيضا، طلب منك صديقك أن تبرز له ماذا؟ وسائل وضوابط تحقق التعارف والتعايش مع الآخر. إذن هنا طلب منك أن تبين، كما سبق وأن أعطينا في وضعية تقويمية سابقة في الدرس، بين لصديقك أهم الوسائل والضوابط الشرعية لتحقيق ذلك. إذن الآن سنبدأ إن شاء الله تعالى بالوسائل التي تحقق التعارف والتعايش مع الآخر. من بينها أولا تشريع بعض العبادات الجليلة والأخلاق الحميدة. من أجل ماذا؟ لترسيخ تعليل الكلام، ونعلل الكلام لماذا شرعت هذه العبادات؟ لترسيخ قيم التعايش والتعارف مع الآخر، كالصلاة مثلا. الصلاة مثلا في المساجد فإنه مكان للتعارف، كما سبق وأن تحدثنا على ذلك في وظائف المسجد. والحج أيضا نجد بأن هناك شعوبا وقبائل توجد داخل الحج، وصيلة الرحيم وتبادل الهدايا وإفشاء السلام، كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم، أفشوا السلام فيما بينكم. فقد تكون جماعة تريد بك أو تظن بك سوءا، ولكن حينما تقول السلام فكأنك رميت عليهم ماء باردا. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الدين الإسلامي يتميز بهذه الخصال الحميدة. ثم التذكير بأصالة كرامة الإنسان، كما جاء في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. إذن فالكرامة مصطلح عظيم جدا، ووحدة النوع الإنساني جميل جدا. هنا يتميز الدين الإسلامي بأنه لا يفرق بين القبائل ولا بين الشعوب، وهذا دليل على ماذا؟ على نص الانطلاق الذي بدأنا به في الآية القرآنية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن هناك وحدة النوع البشري، وآدم من تراب. إذن آدم من تراب فكلنا من تراب، وبالتالي هناك التساوي والمساواة بين أطراف المجتمع، أخرجه أبو داود في كتابه الآدب. ثم البحث عن المصلحة المشتركة. للأسف قد نجد بعض الأشخاص أنهم ربما ما يسمى بالأنانية، أنهم يحبون حب المصلحة الشخصية، وبذلك أنهم ينكرون صفة الإيثار. فالمصلحة المشتركة من بين الوسائل التي تحقق لنا التعارف والتعايش. أيضا الدعوة إلى الله هذا أمر طبيعي، وإلى التعايش بالحكمة والموعظة الحسنة وتجنب الغلظة والعنف والتعصب. إذن هنا إذا أردنا أن نحلل شيئا ما هو نبسط، إذن الموعظة الحسنة بمعنى المعاملة الحسنة، فذلك الإنسان الذي يتعامل تعاملا لينا
وتعاملا حسنا تجده محبوبا عند الناس ويتعايش ويتعارف مع الناس. وتجنب الغلظة أي التكبر، لا تجد إنسانا متكبرا لا في مشيته ولا في كلامه ولا في أكله. فهناك لابد أن نتجنب الغلظة والتكبر والعنف والتعصب، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في الغلظة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، بمعنى لابتعدوا عنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لطيفا في الكلام، وأنتم تعلمون أن الكلمة الطيبة أيضا تدخل ضمن الصدقات. والآن سننتقل كما تعرفنا في الدرس إلى الضوابط الشرعية للتعارف والتعايش مع الآخر. وسنذكر من بينها ضابط الحرية وعدم الإكراه، إذ لا يجوز إكراه الآخر على ماذا؟ على تغيير دينه أو معتقده. إذا لا يجب علينا أن ندخل في هذا الأمر في تغيير الدين أو المعتقد، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين. هنا لا جاءت نافية لما بعدها، لا يجب علينا أن نكره أحدا على تغيير دينه أو معتقده. ثم النقطة الثانية ضابط القسط وهو العدل وعدم الاعتداء على الآخر، يعني أن الله عز وجل لا يحب الظلم، وهذا ما يتسم أيضا بالدين الإسلامي. فالمسلم مأمور بالقسط مع الآخر كيفما كان، يجب علينا أن نقسط بين الناس، ومطلوب منه البر والإحسان مع كل من سالمه، بمعنى السلمون كل من سلمه. إذا جاءك الإنسان مسالما يجب عليك أن تكون أنت أيضا مسالما له. ضابط الحفاظ على الهوية الإسلامية، هذه نقطة مهمة جدا، يجب علينا أن نحافظ على الهوية الإسلامية. شوف انظروا معي هنا وتدبروا هذا القول: فالتعايش مع الآخر والانفتاح عليه لا يعني الذوبان فيه والانسلاخ عن ماذا؟ عن الإسلام أو من الإسلام. كيف؟ أنت إذا تعرفت مع آخر فليجب عليك أن تغير الدين أو أن تتأثر بمعتقداته، بل يجب عليك أن تحافظ على الهوية الإسلامية، بل هو تعايش يتلائم دائما وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فينتفع بالإيجابيات ولا يتأثر بالسلبيات. إذن هذه نقاط مهمة جدا. الآن سننتقل إن شاء الله تعالى للتذكير ببعض الأحكام الشرعية التي رأيناها سابقا في الدرس. أولا وجوب التعارف والتعايش في الإسلام. قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو الشهيد عندنا. إذن هنا هذا دليل على وجوب التعارف والتعايش في الإسلام. أيضا وجوب العدل في الإسلام، إن الله يحب المقسطين. إذن العدل بين الناس، وأيضا الحكم الموالي، وجوب الحفاظ على الهوية الإسلامية كما سبق وأنت تكلمنا على ذلك، ثم تحريم الإكراه، قلنا الإجبار، وسلب الحرية في الإسلام في الإسلام. ثم بعدها ننتقل إلى التذكير أيضا ببعض القيم المستفادة. من بين هذه القيم التي استفدناها من هذا الدرس أو المدخل: التعارف والتعايش، ولكن شريطة أن يكون إيجابيين. إذن هنا التعارف والتعايش الإيجابيين. ثم بعدها ننتقل إلى العدل، الحرية، المساواة، والمعاملة الحسنة، كما قلنا يجب علينا أن نتعامل معاملة حسنة. وبعدها ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية. لننتقل إلى العبار والعظات، هي مهمة جدا في الدرس. يجب علينا أن نتعارف ونتعايش أفرادا، يعني وكذلك وقبائل، وكذلك وأمما، أي دولا وشعوبا كما جاء في الآية السابقة. وشريطة ماذا؟ الاحتفاظ على الهوية الإسلامية. والله ولي التوفيق، وشكرا على حسن انتباهكم.